لميس الحديدي فتحت النار على محمد رمضان وقالت له بطل إحداث ولا أنت بتتحدى الدولة يا رمضان. الحكاية بدأت لما نشر محمد رمضان صورة ليه على طيارته الخاصة وهو راجع من أمريكا بعد ما أحيا أكتر من حفلة متعاقد عليها واللي نجحت كلها وكانت كومبليت، وظهر رمضان في الصورة مشغول في التليفون بس على الكرسي اللي جنبه كان حاطط روزة من الدولارات. هنا اتقسم رد فعل الناس اللي شافوا الصورة بين مؤيد بشدة ومعارض بشدة، وطبعا جمهوره اللي دايما في ظهره واللي فيه ناس كتير بتقول ان اغلبهم لجان على منصات التواصل الاجتماعي شافوها صورة عادية، ودول كمان لقولها تفسير وحاولوا يقنعوا المعارضين، وهو انه كسب كتير من نجاح حفلاته في امريكا ورزم الدولارات اللي يقصد بيها ان اجره كويس في الخارج. ده من كتر ما تهاجم حذف الصورة بسرعة قبل ما الموضوع يكبر. بس يا محمد الموضوع كبر بجد وشكله كده بقى بره السيطرة ومش هتعرف تلمه بالسهل. ما هي مش اول مرة تستفز الناس بصورك جنب الدولارات، وبدأ فعلا الهجوم يزيد كل ساعة. وزي ما توقعنا نشر خالد سرحان صورة ليه ليعلن فيها عن رفضه لتصرفات محمد رمضان المبالغ فيها واللي دايما بيعتمد فيها على استفزاز الناس. فظهر خالد سرحان وهو راكب ميكروباص وحط جنبه على الكرسي جنيهات فكة، واللي بخفة دم وذكائه ضحكنا وقذف جبهة رمضان. مش بس كده، ده حتى اللي بره الوسط الفني ما قدروش يتحملوا تصرفات رمضان، فكتب الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق تعليق على صورة رمضان جنب الدولارات، قال فيه: يا ريت بالدولارات اللي واضح انك مش محتاج ليها تشتري منظمات كهربية للغلابة الكتير اللي في العناية المركزة وعندهم احتمال السكتة والتوقف القلبي المفاجئ، محتاجين جهاز لإنقاذ حياتهم، يمكن ده يشفع لك يوم الزحام. وخلص كلامه بهاشتاج ما تزعلوش. بس هنا المفاجأة بقى إن رمضان شاف كلامه ورد عليه فعلا وقال له: شكرا يا دكتور، يا ريت تبعت لي أسماء المستشفيات اللي محتاجة الأجهزة وتليفون حضرتك على الخاص. الرد ده خلى الفانز بتوع رمضان يشوفوه جدع ونمبر ون وقلبه كبير. فرد عليه الدكتور جمال شعبان وقال له: شكرا لرد حضرتك المحترم، بعتلك رقمي على الخاص وأسماء المستشفيات. وفعلا اتقابل الدكتور جمال شعبان ومحمد رمضان في صورة جمعتهم سوا لما اتقابلوا، ويا رب تكون المقابلة دي نجحت بالهدف المطلوب منها. الحكاية ما وقفتش لحد هنا، المذيعة لميس الحديدي استفزتها صورة رمضان جنب الدولارات وخدت صف المعارضة، وطلعت بجرأتها المعتادة في برنامجها وفتحت النار في وش رمضان وعلقت على صورته وقالت: أنا عارفة إن رمضان بيحب يستفز الناس بصوره في العربيات والطيارات وشايفة إنه إحداث، بس هو حر يعبر عن نفسه بالشكل اللي يريحه، إنما المزعج إنك عارف كفنان وكبير ونجم وليك نجاحاتك إن عندنا أزمة دولار، فأنت كده يا بتشحت علينا يا بتتحدى الدولة والحكومة وتقول لهم أنا بقى هجيب لكم الدولارات. انت بتعاير البلد يا محمد؟ ما هو باين انك ما بتتكلمش مع الناس، علشان لو همك الناس كنت دفعت تعويض الطيار اللي قهرته لحد ما مات، ما انت اللي تسببته في انه يتفصل من شغله. انا مش عارفة انت عايش ضميرك مستريح ازاي واحد مات بسببك. شاركونا رأيكم في الصورة، هل فعلا محمد رمضان قاصد يستفز الجمهور ولا بيستغل السوشيال ميديا لصالحه علشان يفضل دايما ترند ونمبر ون؟